من البداية وهذه الأرض حسناء يغري جمالها الأستقام قبل الأعداء، ومع هذا ظلت كريمة المعطاء تنجب أبناء يملؤون الكون خيرا وسلاما ورخاء. نعم، كانت هي سيدة البحر الأبيض المتوسط، لها أسطول فيها يصول ويجول، وكل يحسب حسابا لما تفعل وتقول، وعمها الخير الوفير حتى استنجدت بها فرنسا في مجاعتها الكبرى سنة 1795. في غزة يحدث لها هذا؟ نحن نستنجد بكم الغعاد؟ علينا أن نجد هذا. وفي سنة 1814 بدأ الخلاف معها حول الديون المتأخرة، ويوم 29 من أبريل 1827 وقعت الحادثة. القنصل ديبالا على الباب. عيدكم سعيد سيدي الدار. اسمعني جيدا ايها القنصل ديبالا، بلغ ملك فرنسا هذا لانكم تاخرتم كثيرا في دفع الدين، ولا مجال للمماطلة أكثر. ماذا تقصد يا سيدي الداهي؟ كيف لملككم هذا يرد على رسائل الأربعة؟
أعتبر هذا إهانة للعلاقة التي بيننا، وأحملكم مسؤولية التأخير. إن الملك فرنسا العظيم ليس لديه الوقت ليرد على والي عثماني. سيدي لقد أهينت فرنسا، سوف نصليهم نحن. فرنسا أبدا لا تهان، اتبع كل الجيوش واهتوا الوحوش ولتحطم أسطولهم طالما أسعد لا وجود. أعلم يا بني أن في الناس من يحسب القمر على علومه، والشمس على نورها، والربيع على زهره، ويود لو يكن هو القمر الهادي، والشمس المنيرة، والربيع المزهر، وغيره خدم تحت أقدامه، وهذا ما لم يتحقق لهم من يوم. لبيك 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 لب
وهب القوم في شرق وغرب شمالا وجنوبا للقتال. في الصحراء يقاوم الجهرة وبوسوس بها خير الرجال. محمد بن عبد الله أيضا فدا بمخزى بطل الجبال. زعشا بواحة الأسود خضعنا في القبائل للنزال. شجر جرة الفدا عمر وكيل ولله فطما سلم الأم الخصال. وحظنا أنسينا بالقتال وذو زيان بالبابور نار على الأعداء دوما في اشتعال. كذا أولاد سيد الشيخ كانوا بالمعركة هم خير الرجال. والمقراني والحداد الهمام رموز بصرت حلك الملالي. وهذا معمان في الجنوب كذا عبد السلام في ذا المجال. وقبائل ريغا بزعامة الشيخ يعقوب مستميتا بحجم عدوه لا يبالي. جميعهم كشوك غص خنق العدو بهم فردى في حباب. فرنسا ظنت ان دخولنا سهلا ولكن ابطالنا انهكوا فكرها وما لها. ان هذه الارض مقبره المعتدين والمظلومين. اكادت فرنسا تظن ان الارض هانت والشجاعه زالت فينا وماتت. يجب عليها أن تعلم أنها سترحل في هواني أو تموت كموت الجبان. ظننت دخولها سهلا لكن هؤلاء الأوحاد أنهكوا فكري ومالي. عنف كل المشاغبين نحو تسر إدخالها. استولوا على الأراضي المنتجة. علموا أبنائهم أن وطنهم في غنسة. واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا.
جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. أما بعد، لن يصلح حال المسلمين حتى يصلح علماؤهم، إنما العلماء من الأمة بمثابة القلب، إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. شعب الجزائر مسلم وإلى العروبة ينتسب، من قال حاد عن أصله أو قال مات فقد كذب. الكشافة الإسلامية ومؤسسها القائد محمد براس كان شعاره دائما وأبدا كن مستعدا. حزب نجم شمال إفريقيا بسعادة مصار الحاج ومقولته الشهيرة أرض الجزائر ما يسلم بيه بالحقوق تؤخذ ولا تعطى. حزب الشعب الذي يعتبر امتدادا لنجم شمال إفريقيا اجتمعت النخبة للمطالبة بالمساواة مع الفرنسيين في الحقوق والواجبات، ثم يظهر فرحات عباس ليلقي بيان الشعب. نحن طبقات واحدة وندرك تماما ما يحدث في هذا العالم، إذا نحن نطالب بحريتنا. التي أدارت ظهرها للشعب حين مطالبته الوفاء بالوعود والحرية والاستقلال، قامت بأحداث شنيعة زاد من سواد تاريخها البشر. وهذا في الثامن من مايو عام 1945، خرج الشعب من كل ربوع الوطن للمطالبة بالحرية والاستقلال. فانتصروا بإذن الله.
تكون قد وعدت وانتصرت، فأين ميثاق التحرير؟ فكان الرد غدرا بآلاف قتلى تساقطوا كأوراق الأشجار، فاستشهد الكثير منهم وماتوا فسالت دماؤهم كالأنهار. ما ضاع بالقوة لا يسترد إلا بها، فمت عزيزا وارسم الأقدار. جزى الله عنا شهداءنا الأخيار، لما بذلوه من أجلنا لنحيا أحرار. الفرنسيون لا يحترمون حقوق الإنسان ولا يقيمون وزنا لكل المعاهدات والمواثيق، ينقضون كل العهود، يخالفون كل مبادئهم التي يدعون إليها بلسانهم ويخالفونهم بأعمالهم. شعاراتهم زائفة ثبتت مخالفتهم للقوانين لدى العالم لما قرروا دخولهم إلى الجزائر. ودرك الشعب أن لا سبيل للحرية إلا الدفاع عن نفسه، وأن الحرية تؤخذ ولا تعطى، وعلينا اتخاذ قرار صارم لا رجعة فيه لتوحيد الجهود والمسار وإعلان كلمة الحق، وأن ما أخذ بالقوة لا يسترجع إلا بالقوة. ومن هنا بدأ التحضير لخطوة جديدة للتحرك والإبعاد من أجل الجزائر المستقلة من طرف رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه. فاشتد الإيمان بالعمل المسلح بعد تلك الأحداث والاستبدادات والإبادات التي مورست في حق الشعب. وفي سنة 1954 تأسست لجنة فورية من أجل تحقيق هذا المبدأ النبيل، حدد عدد أعضائها ب22 عضوا. يعتبر 23 من أكتوبر 1954 يوما مهما في تاريخ الجزائر، أن التقوا 6 رجال انبثقوا عن مجموعة 22 التاريخية في بيت سري بحي أبوانت بيسكوت. اجتمعوا ليوم فاصل درسوا فيه تفجير ثورة التحرير ووضع اللمسات الأخيرة على أعظم قرار اتخذه الجزائريون في تاريخهم. أيها الشعب الجزائري، أيها المناضلون من أجل القضية الوطنية، أنتم الذين ستشهدون حكمكم بشأننا، نعني الشعب بصفة عامة والمناضلون بصفة خاصة. نعلمكم أن غرضنا من نشر هذا الإعلان هو أن نوضح لكم الأسباب العميقة التي دفعتنا إلى العمل بأن نوضح لكم مشروعنا والهدف من عملنا ومقومات وجهات نظرنا الأساسية. نوفمبر جل جلالك فينا، نوفمبر جل جلالك فينا، ألست الذي بث فينا اليقين؟ سبحنا على لجج من دمانا وللنصر رحنا نسوق السفينة. يا شعبي Yes.
Thank you.
ونشرنا الحق وأزهرنا الباطل، وجعلنا شعارنا الدائم حب الوطن. علينا أن نستذكر كل شهيد في هذا الوطن كذكرى أيام ولادتهم واستشهادهم، وأن لا ننسى بأن الجلادين الذين قتلوهم لم يكن هدفهم سوى أن يمحو أثرهم من هذه الدنيا، وبسكوتنا نحن سنحقق أهدافهم. ولكن إن شاء الله إن الشعب سيبقى دائما وفيا لهؤلاء الأبطال، وأن يبقى على العهد وفي نفس طريق مسيره.